الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها لقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل في عيد الأضحى إذا ذبح شاة واحدة عنه فإنه يدخل معه أهل بيته تبعا، فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل وأهل بيته كما ثبتت بذلك الأدلة الصحيحة. فإن قلت ولما تكفيهم معه، نقول لأنهم يتبعونه في النسب والوجود، والتابع في الوجود تابع في الحكم.